أنا أعمل مديرا لمحلات أحد التجار، وعادته في إخراج الزكاة أن يكون في شهر رمضان، ولكنه كثيرا ما يكون غائبا عن البلد، فيترك الزكاة عندي مع كشف بأسماء من يريد دفع الزكاة إليهم، ويقول لي: إن جاءك أحد من هؤلاء المسجلة أسماؤهم فادفع إليه ما خصصته له، وإن لم يأتي فلا تعطي أحدا غيرهم. والذي يحدث أن بعض أولئك لا يحضرون، مما جعل كثيرا من النقود المخصصة للزكاة تبقى مكنوزة، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل يجوز أن يحدد الإنسان الأشخاص الذين سيدفع إليهم الزكاة أم يتركها لمستحقها بدون تعيين أسماء؟ أنت مؤتمن، يجب عليك أن تنفذ ما قاله لك صاحب الزكاة، فتبقي الزكاة عندك، وإذا جاءك مستحقها الذي عين في الكشف الموجود لديك تدفع إليه حقه، ومن لم يأتي تحتفظ بحقه وتسلمه لصاحب المال. صاحب المال الذي تجب عليه الزكاة هو الذي يتصرف فيما تبقى، إن شاء انتظر به صاحبه المستحق، وإن شاء صرفه إلى غيره من المستحقين. إلا أنه لا ينبغي حبس الزكاة ومدة طويلة، بل ينبغي المبادرة بإخراجها، ولا ينتظر بها وقتا آخر إلا إذا دعت إلى هذا ضرورة، يعني يكون هناك محتاج ينتظره، أو وقت حاجة مثلا، مجاعة أو مسغبة، فيجوز تأخيرها لانتظارا لهذه الحالة المترقبة. وعلى كل حال أنت مؤتمن، ليس عليك إلا أن تنفذ ما قيل لك، ولا تتصرف في هذه الزكاة من غير تفويض من صاحبها. نعم. لكن كونه يحدد أسماء معينة، قد يأتي من هو أحق منهم فلا يعطيه شيئا لأنه خصصها لفلان. هذا راجع إليه، إذا كانت الأسماء المحددة من المستحقين نعم فلا حرج عليه في ذلك، أما إذا كانت الأسماء المحددة أصحابها لا يستحقون الزكاة فلا يجوز له أن يدفعها إلى غير مستحق، وإن كان أصحابها يستحقون ولكن فيه من هو أحق منهم فالأولى نعم هذا أن يدفعها أصلي. للمستحقين، لمن هم أكثر حاجة، الأولى أن يدفعها لمن هم أكثر حاجة، ولكن إعطاؤها لأولئك مجزي. نعم، من حيث الإجزاء مجزي. نعم. بارك الله فيكم.